قل الحمد لله لعل ما فات من آمالنا وأحلامنا خير. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فقل الحمد لله، إن أعطى قنعت وإن منع رضيت.